السلام عليكم مشاهدينا الأحبة الكرام في كل مكان، وأنتم تتابعون مسابقة معارف التراث. هذه المسابقة التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، بهدف أن يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية ويقدموا ما لديهم من معلومات قيمة حول التراث والمعلومات التي تهتم بالثقافة الإسلامية المهمة والتي يجب أن نطلع عليها جميعا. في هذه المسابقة اليوم يتبارى كل من فريق جامعة القادسية وكذلك كلية الإمام الكاظم الجامعة. كلا الفريقين اليوم يتنافسون من منهم سيكون في المركز الأول والثاني، ومن منهم سيكون في المركز الثالث أو الرابع. هذه المباراة حاسمة اليوم، من يتأهل منهم سيكون بالمركز الأول أو المركز الثاني، ومن يخسر منهم سيكون أما في المركز الثالث أو في المركز الرابع. جوائز قيمة بانتظار الفائزين: 5 مليون دينار عراقي للفائز الأول، 3 مليون دينار عراقي للفائز الثاني، و2 مليون دينار عراقي للفائز الثالث، وغير الأموال وغير القيمة المادية القيمة المعنوية الكبرى اللي راح يحصلوها نتيجة هذا الفوز المهم في هذه المسابقة اللي شارك بيها عدد كبير من طلبتنا من مختلف الجامعات العراقية. خليكم متابعين وخليكم مركزين وتوقعوا ويانا منو اللي ممكن يتأهل في هذه الحلقة. نرحب بشبابنا في جامعة القادسية، حياكم الله يا سجاد وصفاء وسجاد، أهلا وسهلا بكم، وكل ترحاب بشبابنا في كلية الإمام الكاظم صادق وعلي وحسنين، أهلا ومرحبا بكم، ونتمنى يا رب التوفيق لكم في أن تحصلون أكبر قدر ممكن من النقاط وتنافسون حتى توصلون للمراكز الأولى. اللي اختلف في هذا المستوى يا شباب هو فقط توقيت الإجابة، بدل ما كان 30 ثانية صار 20 ثانية، فقط هذا اللي اختلف ويانا. غير هذا شنو اللي اختلف؟ أها، تعاملكم أنتوا نفسكم ويا السؤال أكيد راح يختلف، لأن هذه حلقة فاصلة. نبلش وياكم مشاهدينا وما نريد نطول عليكم، ونروح إلى كلية الإمام الكاظم الجامعة ونبلش بالجولة الأولى. والسؤال الأول وياك يا حسنين. جاهزين إن شاء الله. جامعة القادسية كنا 110-40 صارت 190، والله جميلة جدا، وخاصة الروح اللي موجودة بين الطلبة والكادر. وسؤالك يا حسنين يقول: مملكة ميسان هي مملكة عربية قديمة قامت في القرن الثاني قبل الميلاد، العاشر بعد الميلاد، أم السادس بعد الميلاد؟ متى قامت هذه المملكة؟ 20 ثانية وياك يا حسنين. إيش وقت صارت؟ إيش وقت قامت هذه المملكة؟ 20 ثانية. الإجابة اللي تقولوها ضمن الوقت محسوبة، بس يخلص الوقت بعد ماك وما نغير. يلا يا إن شاء الله مع الإجابة الأولى، الثاني قبل الميلاد. الثاني قبل الميلاد يا كنترول، نعتمد الإجابة الأولى، هل هي الإجابة الصحيحة أم لا يا كنترول؟ مع حسنين الإجابة الأولى، الثاني قبل الميلاد. الإجابة صحيحة، عفي عليك يا حسنين، وأول 10 نقاط نفتتح بيها جولتنا يا شباب مع كلية الإمام الكاظم الجامعة. يلا خلونا نروح بهذه الأجواء الحلوة. هالمرة وياكم يا شبابنا في جامعة القادسية حصلنا 10 نقاط، ونروح وياكم ونتمنى أيضا تحصلون 10 نقاط وتفتحون الجولة برصيد حلو. سجاد إن شاء الله مستعدين، والله الأفضلية إن شاء الله إنه أمام جامعة بغداد كانت كلش قوية، هي المشاركة بحد ذاتها صارت المركز الأول. سؤالك يقول: كان نهر الديوانية يسمى سابقا نهر الجرف أم نهر ذياب أم نهر السنية؟ شنو كان يسموه؟ نهر الديوانية، نهر الجرف، لو ذياب، لو السنية. يلا 10 نقاط جيبها وخلي الأجواء تتعادل، وخلي إن شاء الله الإجابة الثالثة.
نهر السنية، رحت على منطقة السنية اللي عندكم بالديوانية، ونقول يا كنترول الإجابة الثالثة نهر السنية إجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة خاطئة للأسف يا سجاد، كنا نتمنى تكون دقيق بالإجابة. أنت رحت على السنية لأن حسيت أكو منطقة في الديوانية بهذا الاسم صح؟ نعم نعم. يلا يلا خلونا السؤال الأول ممكن نخطأ به، والسؤال الثاني ممكن نخطأ به، والثالث كذلك، لكن الحكمة خلينا نحاول نوصل للإجابة الصحيحة بكل ما أوتينا من قوة. يلا يا علي. إن شاء الله مستعدين، احنا أمام الكفيل، إن شاء الله جيدة جدا. سؤالك يقول، السؤال الثاني بهذه الجولة معاكم، يقع قبر الشاعر الكبير أبي الطيب المتنبي في قضاء الزبيدية أم الكوت أم النعمانية؟ وين تصير أبو الطيب المتنبي؟ يلا إن شاء الله مع النعمانية. مع النعمانية؟ متأكد يا علي؟ يعني بين النعمانية والزبيدية، لكن نقول النعمانية إن شاء الله. نقول النعمانية. كنترول يقول أني كنت يعني حاير على لغتنا، حاير أنه أنا أقول النعمانية لو أقول الزبيدية، هو كان مستبعد الكوت. أنت راح تستبعد الكوت يا كنترول وتقول الإجابة الصحيحة فعلا النعمانية. كنترول، هل الكوت خطأ؟ إذن لا زالت الحيرة قائمة يا علي. الكوت هي محافظة وطالب قضاء. زين، إذن نستبعد الكوت يا كنترول ويقول أنا هذا منتهي منه، ما عندي به مشكلة. نعم. الإجابة الصحيحة النعمانية، عفي عليك. والعشرة عشرين يا كنترول، العشرة عشرين مشاهدينا، هذه هي أجواء التنافس ما بين الفريقين، وخلي نشوف شو راح يصير الجو وياك يا سجاد مرة ثانية. جاهزين؟ جاهزين إيه؟ ما أنت ولا خصم إحنا؟ عنا للنهاية، لا طلعنا ميسان وبغداد. نرجع إلى القادسية، 20 مقابل لا شيء. يعود تاريخ زقورة الوركاء إلى عهد مؤسس سلالة أور الثالثة، وهو الملك أورنمو لو أوتو حيكال لو قلقامش. من هو الملك؟ يلا يا ملك انطينا الإجابة وصير ملك على فريقك وجيب لهم 10 نقاط. يلا يا سجاد. إجابة ثانية، أوتو حيكال. أوتو حيكال يا كنترول، أعطيني الإجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة خاطئة للأسف يا سجاد، كان بودنا أن تكون معاك 10 نقاط تفتتح بيها هذه الجولة، ولكن للأسف الإجابة خاطئة. صادق يا صادق. يوم أمام القادسية، وإن شاء الله تعالى يعني هم يعني راح يصيرون دول أخوتنا يعني، وهاي بس يعني هي هاي منافسة يعني، هي هاي يعني جامعة كربلاء لعبنا وياها، وجامعة الكفيل صح يعني هيك من نزلة إلى صعدة قوية فجأة يعني. نعم، والكل هو كان متوقع بأن احنا خسرانين يعني. مستعد إن شاء الله وجاهز إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. سؤالك يا صادق، عرفت البصرة في الستينيات من القرن الماضي بتسويقها محصول التمر لول سكر لول سمك. البصرة بيها النخيل وبيها شط العرب، شنو؟ لول سكر احتمال، والله محيرة. اختار التمر الاختيار الاول. التمر. التمر. كنترول يقول انتم حيرونا في اسئله، يعني احنا نقول تمر. البصره وكل احنا نعرف تمر البصره، ونقول البصره واحنا نعرف شط العرب وانواع الاسماك اللي بيه. زين، ممكن نقول التمر. اوه، سمش لا، ماكو سمش في الموضوع. اي
زين يعني كنترول بهيجي احنا نقدر نطمن ونقول التمر هو خلاص بعد هو الإجابة الصح. هم العايزة تقول لي السكر. يلا كنترول يلا يا كنترول. لو سكر سكر يلا خليك سكر وحلو إن شاء الله وخلي العشرين حلوة إن شاء الله. وشكرا للمعلومة كنترول. إذن البصرة كانت تصدر محصول السكر يعني تمر وسمج وسكر. العراق كله خير وكله بركة بأهله وناسه وأراضيه. يلا الروح ويا صفاء. بعدك نهائي بعد نشوف النتيجة نهائي. والله صعبة المنافسة صعبة أكيد أن كل اللي صعدوا هم ما وصل هاي المرحلة مو أقوى. يا صفاء صفي إجابتك وانطينا الإجابة الصحيحة. سؤالك يقول في أي مسجد من مساجد النجف الأشرف يوجد موضع لرأس الإمام الحسين عليه السلام؟ في مسجد الحنانة أم الكوفة أم السهلة؟ وين؟ الحنانة الكوفة السهلة. 20 ثانية. لكنها مو سهلة العشرين ثانية. يلا نحسب إن شاء الله الخيار الثاني الكوفة. الخيار الثاني حلو مسجد الكوفة. كنترول مسجد الكوفة. ونحن على أعتاب نهاية الجولة الأولى. هل ستفتتح جامعة القادسية رصيدها بعشر نقاط أم لا يا كنترول؟ نروح إلى الإجابة الثانية مسجد الكوفة والإجابة خاطئة. الصحيحة هي مسجد الحنانة يا صفاء. للأسف الإجابة خاطئة. ما علينا يا شباب ممكن نعوض. وعدنا بعد سؤال جماعي وعدنا بعد هواي أسئلة ممكن تجينا بالجولات القادمة. سؤالكم يا كلية الإمام الكاظم الجامعة الأخير عدكم 20 مو هاي النهاية. سؤالكم يقول أول جريدة صدرت في مدينة الحلة كانت باسم عشتار لو الكفيل لو الفيحاء. يقول أكيد مو الكفيل يعني فممكن ما بين العشتار ما بين الفيحاء. زين أي صادق بهذا الهدوء وبهذه السكينة وقت ما أحتاج الإجابة أستاذ سليم. الفيحاء 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 إن شاء الله الفيحاء. يا بناء على انه مدينه الحله هي الفيحاء تعرف الحله الفيحاء فيقول ممكن تكون الفيحاء. لكن ما اعرف ليش انه بوابه عشتار هي اهم صح معلم من معالم بابل. صح كنترول الفيحاء ولا عشتار؟ هو يقول الفيحاء. انت شو تقول يا كنترول؟ اكيد هذا الخيار ندري بيه احنا اصلا استبعدناه. كنترول قول لي الفيحاء لو عشتار. الشباب يقولون احنا 30. الشباب يقولون احنا 30. كنترول هل الإجابة صح ولا خطأ؟ الفيحاء إجابة صحيحة. عافية عليكم يا شباب. والعشرين صارت 30. حلو تركيزنا حلوة معنوياتنا حلوة نقاطنا. يلا يا حلوين لبالكم انتهت؟ أبداً لا. خلوا الابتسامة الحلوة تملي وجوهنا ونكمل المسابقة بيها فوز وخسارة. خلينا أصر قلبنا شوية وبعدين ممكن نعبر القصة ونكمل. سؤالكم يقول تأسست أقدم مكتبة في الناصرية في عام 1937 1940 1950 أول مكتبة بالناصرية هذه المدينة التي عرفت بأدبائها وشعرائها ومثقفيها. اش وقت كانت أول مكتبة عندهم؟ يلا 37 40 50 الإجابة الأولى إن شاء الله تعالى. الإجابة الأولى كنترول عندهم صفر وهذه آخر فرصة بالجولة الأولى. لو يصيرون 10 وينفتح الباب باب الخير باب النقاط ونكمل. لو نبقى صفر وموقفنا يصير صعب يا كنترول. يلا الإجابة الأولى 1937 إجابة صحيحة. عافية عليكم يا شباب وعشر نقاط حلوة نفتتح بيها هذه الجولة لصالح جامعة القادسية. 10 مقابل 30. حلو 10 مقابل 30.
راضين بال يعني بهذا المستوى؟ الحمد لله والشكر. الشباب شلون معنوياتكم للجوله القادمه؟ ان شاء الله نعززها ان شاء الله. تمام ونعززها. حلو كنترول، راح نروح وياكم ويا مشاهدينا الى فاصل قصير، نرجع بعده ونكمل ويا شبابنا الحلوين في جامعة القادسية وكلية الإمام الكاظم الجامعة، ونشوف الجولة الثانية شلون راح تتغير بها النتائج وشلون راح تنقلب الموازين. خليكم ويانا متابعين، فاصل وراجعين. رجعنا وياكم مشاهدين الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونكمل وياكم حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث، واحنا في جولة ثانية حاسمة ما بين جامعة القادسية وكلية الإمام الكاظم الجامعة. شلون راح تكون النتائج؟ 30-10. ونبلش ويا جامعة القادسية، نبلش ويا سجاد، وسؤالك الأول بهذه الجولة قيمته 30 يا سجاد يقول: من هو مؤلف مسرحية هكذا تكلم الحسين؟ محمد عفيفي، عبد الرحمن الشرقاوي، عبد الوهاب البياتي، من هو؟ 20 ثانية يا سجاد. يلا خلونا مركزين، خلونا حريصين نعوض الفارق. بهذه الإجابة تصيرون 40. إن شاء الله الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة عبد الوهاب البياتي. كنترول، نروح إلى الإجابة الأولى، عبد الوهاب البياتي، هل هو إجابة صح ولا خاطئة يا كنترول؟ الإجابة خاطئة للأسف يا سجاد. 30 نقطة راحت علينا. فرصة الفوز تبدي ممكن تقل شوية وممكن تكبر شوية. خلونا مركزين شباب، خلونا محافظين على هدوءنا، لأن هذا الهدوء أساس بالوصول للإجابات الصحيحة. لكن أنه نحافظ على نقاطنا العشرة، لا، لازم نزودها. يلا يا شباب نرجع ويا كلية الإمام الكاظم. قيمة السؤال 30، وكل اللي عندكم 30 وياك يا حسنين. سؤالك يقول: يا حسنين، هذه المرة شاعر اتصل بالشريف الرضي وتأثر به فأسلم على يديه واعتنق التشيع وصار من أشد المدافعين عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، فمن هو؟ مهيار الديلمي، أم ابن الرومي، أم أبو العتاهية؟ يلا يا حسنين خلي 30-60 وخلي الأمور طيبة. إن شاء الله مع الإجابة الثالثة. أبو العتاهية؟ تأكد؟ إن شاء الله. لاعتمد الإجابة الثالثة ونروح إلى أبو العتاهية يا كنترول، هل هو فعلا الإجابة الصحيحة كما يقول حسنين لو لا؟ يلا يا كنترول عدهم 30 تقابلها 10، هل الإجابة الثالثة راح تسويهم 60 لو لا يا كنترول؟ احنا بالجولة الثانية، كلهم يترقبون وكلهم يعني في داخلهم كلمات وأدعية و يا الله يا الله يا الله، كل احنا نقول يا الله. أنا راح أوقف يمه. يلا يا كنترول الإجابة خاطئة للأسف يا حسن. نضوج خلي الأمور حلوة، خلونا نكمل. هسه 30 تقابلها 10 وسجاد راح يقلب الطاولة. قول إن شاء الله. سجاد أنا سمعتك بالكواليس وشفتك هيك لمحة تقول الفوز لنا إن شاء الله. الأول يعني تنافس على الأول. خير الله. زين سؤالك يقول: مدرسة الآزري من المدارس الدينية في النجف الأشرف، وقد أسسها الحاج كاظم الآزري أم الحاج عبد الأمير الآزري أم محمد صادق الآزري؟ الإجابة الأولى إن شاء الله الحاج كاظم الآزري. الحاج كاظم الآزري
ان شاء الله. عندك وقت ولا خلاص ثبت؟ ان شاء الله نثبت. اذا نثبت يا كنترول على الحاج كاظم الازري، هل هو الاجابه الصحيحه ام لا؟ مدرسه الازري مؤسسها الحاج كاظم الازري، هذا ما ذهب اليه سجاد. هل هذه الاجابه تمنح 30 نقطه او لا؟ يلا يا كنترول. الإجابة خطأ يا سجاد، الإجابة الصحيحة الحاج عبد الأمير الأزري. راحت علينا 30 أخرى. علي، سؤالك يا علي يقول: مدرسة الإمام الباقر التي شيدها السيد عمار الدين محمد طاهر البحراني تقع في الحلة، سامراء، كربلاء المقدسة. 20 ثانية، اختر واحدة من هذه الاختيارات الثلاث. إن شاء الله أروح إلى سامراء. يروح إلى سامراء. إذن نروح إلى سامراء، وإن كان الضرب بعيد ولكن لربما الإجابة قريبة. كنترول، سامراء حمراء ولا خضراء يا كنترول؟ ويقول حمرة الكنترول. ليش استعجل علاوي؟ كان يقدر يقول كربلاء المقدسة. للأسف الإجابة غير صحيحة يا علي. هسه وين نروح؟ صفاء مبتسما مبتسما يقول تعال وإن شاء الله نعوض، بداخله طبعا. وسؤالك يا صفاء يقول: الشيخ أغا أبو زرق الطهراني علم من أعلام الطائفة، وهو صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دفن تحت مكتبته الواقع وين؟ في طهران، لو سامراء، لو النجف الأشراف، وين اندفن؟ إن شاء الله في طهران. في طهران الخيار الأول. إذا نثبت على طهران، وعندك 10 ثواني متبقية يا صفاء. نثبت على طهران صح؟ خلاص انتهى الوقت، نثبت على طهران. كنترول، نثبت على طهران ونعتمد الإجابة الأولى. هل الشيخ أغا بزرق الطهراني، ونسبة إلى ذلك صفاء يقول في طهران، ما هو طهراني؟ زين، هل صح هذا الاستنتاج الذي ذهب إليه صفاء في الوصول للإجابة يا كنترول أم لا؟ الإجابة الصحيحة هي ليست طهران يا صفاء، الإجابة الصحيحة هي النجف الأشرف. وطهراني الصح ولكن دفن في النجف الأشرف. ممكن نعوض، لا تعتبرون هذه الأجوبة خلاص هي النهاية. صادق شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب. السؤال يا صادق وياك يقول: تقع مكتبة السيد أحمد بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في سمرقند، لو في شيراز، لو في بغداد، وين تصير هذه المكتبة؟ أختار شيراز. يختار شيراز، كونه مدفون هناك يعني. زين، فيعني لعله المكتبة هناك في شيراز. إذا نثبت خلاص، إحنا الوقت بدأ ينتهي، نعتمد الإجابة الثانية. كنترول، نعتمد الإجابة الثانية ونقول شيراز. ووفقا لتحليل صادق يقول بما أنه هو مرقد هناك، فمن يعني بناء على ذلك المكتبة تكون يعني منسوبة إلى اسمه بناء على وجود مقامه ومرقد هناك، فشيراز هي الإجابة المتوقعة بل الصحيحة وفق ما يقول صادق. هل صدقت هذه الإجابة يا كنترول من قبل صادق؟ هل شيراز هي إجابة صحيحة يا كنترول؟ هل 30 تصير 60 يا كنترول؟ يلا أعطينا الإجابة وقول شيراز شنو موقفها، صح ولا خطأ؟ والإجابة صحيحة، عفية عليك يا صادق، إجابة صحيحة وخلتكم 60 نقطة مقابل 10. سؤالكم الجماعي الأخير في الجولة الثانية يا شباب،
ما عندكم فارق هواي، لا تخافون، خليكم مطمئنين، خليكم حلوين، كل النتائج ممكنة وقابلة للتغيير. سجاد وياي، ليش أحسك خايف؟ أنا إن شاء الله ماكو خوف. ماكو خوف إن شاء الله. عدنا 10 وعدنا بعد سؤال ممكن نحصل بيه 30، وبعد عدنا 200، عدنا 230 نقطة لحد الآن ما ماخذيها. كل اللي عدهم الشباب 60، خليهم فرحانين هسه، خليهم يعني. ليش تشوفون الفرح هواي عليهم هسه بالستين ولا لو يستاهلوا؟ لا سيروا ممتازة، متعودين احنا ان شاء الله. متعودين حلو. يلا نروح لسؤالكم الجماعي الاخير. السؤال يقول: الآنيات الزغرفية هي نمط الزغارف النباتية السائد في مرقد المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وقد زينت به الجدران الداخلية والخارجية أو الضريح من الداخل أو باطن القبة الشريفة. الآنيات الزخرفية وين موجودة في مرقد المولى أبي الفضل العباس عليه السلام؟ في باطن القبة الشريفة، لو في الضريح من الباطن، لو في الجدران الداخلية والخارجية. يلا 6 5 4 3 باطن القبة الشريفة. 2 1 باطن القبة الشريفة. الإجابة الثالثة يا كنترول، وهذه الفرصة الأخيرة في هذه الجولة يا كنترول، هل تمنحهم 30 نقطة ويقل الفارق يا كنترول ويصير أجواءنا في الجولة الثالثة مختلفة يا كنترول؟ خلينا نشوف. باطن القبة الشريفة حمراء ولا خضراء؟ وحمراء للأسف. الجدران الداخلية والخارجية هي المكان الصحيح لهذه الآنيات الزغرفية. 10 قابلها 60. سؤالكم الجماعي يا شباب، بعد هالفرصة موجودة، ها عدنا 200. يلا سؤالكم الجماعي يقول: ما نوع الخط الذي كتب به المصاحف في القرون الثلاثة الأولى؟ المصاحف في القرون الثلاثة الأولى انكتبت بنوع خط معين، شنو هو؟ النسخ لو الناس تعليق لو الكوفي؟ كوف كوف إن شاء الله. إن شاء الله كوف. كوفي بدون مناقشة. كوف إن شاء الله. إن شاء الله بدون مناقشة. نعم يعني متفقين جميعا، يعني صادق يقول الإجابة وحسنين يقول بدون مناقشة. إن شاء الله. حلو، هذه هي بإذنه تعالى روح الفريق. نعم. هذه روح الفريق، واحد يجاوب، واحد يأكد، واحد ينطي تأييد. نعم. إذن احنا فريق واحد إن شاء الله، كلمتنا واحدة. يلا يا كنترول، يعجبك الإجابة قول إنها خضراء، ما يعجبك الإجابة هم احنا متأكدين من معلومتنا إن شاء الله. نقول الكوفي، والكوفي هي إجابة صحيحة. عافية عليكم. و60 صارت 90. 90 تقابلها 10. 90 تقابلها 10 يا كنترول. أجواء منافسة يعني صعبة، أنا أقول صعبة، ولكن لحد الآن عدنا 200 نقطة بانتظارنا في الجولة الثالثة، وممكن تتغير بها النتائج. خلونا نروح وياكم إلى فاصل مشاهدين الأحبة الكرام، وبعد الفاصل نرجع ونشوف منو صاحب الحظ الأكبر واللي راح يفوز ويانا بهذه الحلقة. نروح فاصل وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير والأخير في حلقتنا لهذا اليوم. نكمل وياكم جولتنا الأخيرة في مسابقة معارف التراث ما بين جامعة القادسية وكلية الإمام الكاظم الجامعة. كل اللي عدنا 90 مع كلية الإمام الكاظم، وكل اللي عدنا 10 مع جامعة القادسية. اللي منتظرين 200 نقطة لصالح كل فريق، ومقابل 4 أسئلة توجه لكلا الفريقين. ونبلش وياك يا حسنين، ونروح للسؤال الأول بهذه الجولة الثالثة. يا رب، كلنا احنا نقول يا رب يا حسنين، ونتوكل على الله ونروح للسؤال الأول. العزير من أنبياء بني إسرائيل دفن في جنوب العراق، وسميت المنطقة باسمه في محافظة البصرة ذي قار ميسان. العزير وين
البصرة، ذيقار، ميسان. 20 ثانية باقي منها 7 6 5 4 3. البصرة، نروح للبصرة يا كنترول ونعتمد الإجابة الأولى ونقول العزير موجود ودفن في محافظة البصرة، والإجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خاطئة يا حسنين، ليس في البصرة، الإجابة في ميسان هي الإجابة الصحيحة. يلا نكمل بهمة بروحية عالية ونروح إلى جامعة القادسية مع سجاد. السؤال الأول يقول محمد بن مكي العاملي الجزيني المعروف بشهيد الأول من كبار فقهاء الشيعة، له كتاب اللمعة الدمشقية، استشهد على أيدي المخالفين ودفن في الشام، العراق، الحجاز، أين دفن؟ سجاد 20 ثانية، ركز وخليك دقيق في اختيار الإجابة الصح. إن شاء الله العراق. العراق، نعتمد الإجابة العراق يا كنترول، وعسى أن تكون الإجابة صحيحة مع سجاد هذه المرة. يلا يا كنترول بشرنا وقول لنا 50 حلوات تخلي النتيجة 60 يا كنترول. يلا العراق صح ولا خطأ يا كنترول؟ والإجابة خاطئة يا سجاد، الإجابة الصحيحة هي دفن في الشام وليس في العراق. كان عندك إجابة؟ للسوريا. يلا يلا العوض ممكن. علي أبو حسين هالمرة إلك وقيمة سؤالك 50، والسؤال يقول له منهاج الراشدين في شرح نهج المسترشدين، وكذلك الكفاية المنطقية في شرح الإشراقات الصدرية، هل هو السيد علي عسكر الحسيني أم ميرزا يحيى القزويني أم السيد يحيى ابن الأعرج؟ من هؤلاء؟ ركز وصادق بقلبه يقول يا ليتها لي يا ليتها لي. يلا يا علي إن شاء الله مع الجواب الأول، السيد علي عسكر الحسيني. السيد علي عسكر الحسيني كنترول يقول صادق عنده معلوماته وأنا عندي معلوماتي، والإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة. وخلينا نشوف الإجابة صح لو خطأ يا كنترول. السيد علي عسكر الحسيني، تتفق يا صادق أم لا؟ يعني قد يكون آخر واحد فيهم، قد 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 يكون. ولو قال منهج ال أو شو في شرح يعني إيش نهج المسترشدين لكان السيد نظام الدين. أها. بس ما موجود لأن اسم التأليف اختلف. المهم فلعله الآخر. تمام شكرا شكرا. يلا نعتمد الإجابة. أوكي ميرزا يحيى القزويني لم نختاره يا كنترول، خليك بالمصطلح العراقي حباب. ها خليك حباب ويانا لأن الشباب تعبانين على فكرة، ويعني مقلوبهم يعني من نار حاليا، وانت قاعد يا كنترول يمكن حتى ما عندك مشاعر صح؟ آلة حاسبة ما عندها مشاعر بكيفة. يلا كنترول انطينا الإجابة. الإجابة الأولى صحيحة وعفي عليك يا علي، الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله. 90 صارت 140 والإجابة صحيحة، عفي عليك يا علي. سجاد سؤالك هالمرة يقول لغوي وأديب فاضل من أعلام القرن 13 الهجري ظاهرا له كتاب جامع اللغات، هل هو الشيخ يحيى النوري أم السيد يوسف العجمي أم السيد علي رضا الحسيني؟ يا سجاد من هو صاحب هذه أو هذا الكتاب جامع اللغات؟ يلا 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 20 ثانية خلصت. 7 6 5. جاب الأولى الشيخ يحيى النوري إن شاء الله. الشيخ يحيى النوري كنترول، نروح للإجابة الأولى، الشيخ يحيى النوري، هل الإجابة صح أم خطأ يا كنترول؟
خل نشوف الإجابة الأولى، صح ولا خطأ؟ يحيى النوري هل هو أديب لغوي وله كتاب جامع اللغات يا كنترول؟ الكنترول يقول لا، ليس كذلك، ليس هو المقصود في هذا السؤال، المقصود السيد علي رضا الحسيني. للأسف 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 يا شباب، نحن نؤمن دائما وأبدا بأنه الفرص هي يعني ممكن أن تكون مرات من جانبنا وممكن تكون مرات من جانب الطرف الآخر، ومرات احنا مجتهدين ونسعى للوصول للإجابة الصحيحة، ولكن هذا هو الواقع وهذه هي النتيجة التي تفرض نفسها علينا، فمو دائما نوفق في الوصول للإجابة الصحيحة، فلا بأس خلونا نتقبل النتائج ونروح إلى صادق. وسؤالك يا صادق يقول، يلا يا كنترول خلونا نروح إلى صادق ونشوف سؤاله. مادة كانت تتخذ في صنع المداد، في صنع المداد، هي رماد الفحم، رماد القرطاس، رماد القاع. يلا خلونا نحسب العداد. يعني ما أعرف بس راح أختار الخيار الأول، بس ما أعرف الأول، رماد الفحم. رماد الفحم، رماد زين الفحم. رماد الفحم أوكي نثبت عليه. يعني أنا سامع عنه معلومة بس ما أعرف يعني هل هو يعني يعني القديمة، ما أدري هيك كانوا يستخدم. زين هو المداد يعني مو أقرب إلى القرطاس؟ أي أكيد نعم بلي، بس لا يعني ما أظن يعني من القرطاس. ما مقتنع. أي بل ما مقتنع بالإجابة. أينا. كنترول أنصفنا وأنصف السؤال وآتنا بالجواب الصح. هل رماد الفحم كانت تتخذ منه مادة لصنع المداد يا كنترول؟ يقول لا يا حبيبي، ما أنت عندك تحليل أقرب. ليش عفت ورحت؟ 140 تبقى 140. وصفاء يقول الأمور يا ليتها تختلف. يلا ممكن شباب خل أقول فت قضية، حتى لو جاوبتوا هسه السؤالين يصير عندكم 110، وال 110 تفيدكم بالمنافسة القادمة، لأن يعني راح تنافسون على مستوى ثالث ورابع. خلي النقاط تفيدنا، يعني خلونا حريصين على الإجابة على ما تبقى من الأسئلة. سؤالك يا صفاء، ما يدونه التلاميذ مما يفهمونه من درس أستاذهم بأسلوب خاص يسمى التقرير، التدوين، التأليف؟ تتذكر بالمدرسة الطلاب يكتبون يعني شبه ملخصات من قبل الأستاذ من اللي يفهموه، فشنو يسمون هذه العملية؟ تقرير، تدوين، تأليف؟ إن شاء الله التقرير. التقرير البيبر يا شباب، التقرير. إجابة صح لو خطأ؟ التقرير. صفاء يقول التقرير، تنطو 50 على هذا التقرير لو ما عجبكم التقرير يا شباب. يلا التقرير فعلا هو يسمى هكذا؟ ويقولون ايه، عفي عليك صفاء، وين كنت يا صفاء؟ وين كان التقرير علينا؟ والتقرير اختلف هالمرة، العشرة صارت 60. وخلنا نشوف التقرير الختامي لهذه الحلقة شو راح تكون نتائجه يا شباب. ترجون بعد سؤال؟ ان شاء الله ان شاء الله. زين لا واحد كاف ان شاء الله. سؤال واحد اثنين يعني واحد انا واحد واحد انا واحد بعد سؤالين. يلا سؤالك يقول، للشيخ محمد بن جعفر بن علي المشهدي المتوفى 594 للهجرة المعروف بمحمد ابن المشهدي كتاب في الفقه، ما اسم هذا الكتاب؟ إيضاح المناسك لمن هو راغب في الحاج، أم الإيضاح أما أوتي به من الإفك الصرح أو الصراح، أم إيضاح الدلائل في حساب عقد الأنامل؟ 20 ثانية
وصادق يبتسم. لو الأخير لو الأول يعني الثاني ما أظن. وحسنين يترقب. اسمع. وعلي يستمع. الثالث آخر واحد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. تأيدون شباب؟ لا إن شاء الله. لا خادم. في الكتب حلو. الله يحفظك. بما انه جاب لنا درجات فهو استاذنا في الكتب فقط واستاذنا ايضا حتى في هذه المسابقه. لا بس بالكتب. ها بس بالكتب. يلا يا شباب خلينا نشوف استاذنا في الكتب كيف كانت اجابته. هل صح ولا خطا؟ كنترول. احنا نقول الثالثه. يلا الحمد لله. للاسف مره نصيب لكل جواد كبر. يلا نكمل ونرجع وياكم للسؤال الأخير ونروح إلى جامعة القادسية. خلوها 110 تقابلها 140 ونطلع فرق بسؤال حلوين. يلا السؤال يقول سؤالكم الأخير. الشيخ عماد الدين محمد بن علي الطوسي المشهدي من علماء القرن السادس الهجري فاضل مشهور له تصانيف عدة منها وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة أم الوسيلة إلى نيل الفضيلة أم وسائل العبيد إلى مراحل التوحيد. ما هو العنوان الذي يعود إلى الشيخ الطوسي المشهدي؟ يلا يا شبابنا السؤال الأخير 30 أو 20 ثانية الأخيرة ومتبقي منها 7 6 وسائل الشيعة الحر العامل. إذا نروح للجواب الثاني الوسيلة إلى نيل الفضيلة. الوسيلة إلى نيل الفضيلة. كنترول. القادسية يقولون خلاص خلونا نشوفكم أدائنا، خلونا نشوفكم إجاباتنا، وخلنا نشوف هذه الثقة الحلوة صح ولا خطأ، جابت لنا نتيجة ولا لا. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، هل سننال منها 50 نقطة أم لا يا كنترول؟ الإجابة صحيحة وعفية عليكم يا شباب، نلنا وياكم 50 نقطة إضافية يعني 110 مقابل 140. ختام حلو، منافسة حلوة، ومستوى التنافس صعب بين الفريقين. وخلونا نؤمن بأنه لازم واحد منا يفوز ولازم واحد من عندنا يخسر، وماكو خسارة لحد الآن. ممكن الخاسر بهذه الحلقة ينافس على المستوى الثالث، والفائز بهذه الحلقة ينافس على المستوى الأول أو الثاني. خلونا مركزين وخلونا مستعدين لما سيأتي في الحلقات الأخيرة، الحلقة الأخيرة لكل منكما طبعا، ونتمنى لكم الفوز إن شاء الله في هذه المسابقة بإحدى جوائزها الثلاث. ووصولكم إلى هذه المرحلة بحد ذاته هو فوز، كونكم انتصرتوا وفزتوا وقدمتوا إجابات مهمة في هذه المسابقة. شكرا لكم لحضوركم جامعة القادسية، شكرا لكم شبابنا كلية الإمام الكاظم الجامعة. مشاهدينا الأحبة الكرام، أنتوا أيضا لكم سؤال في هذه الحلقة وعدكم نصيب في الفوز، أما الذهاب إلى المدينة المنورة، أما الذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، أما الذهاب إلى زيارة السيدة زينب عليها السلام. شلون؟ مجرد نجاوب على سؤال الحلقة وندز رسالة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة من خلال الواتساب ونجاوب على السؤال. شنو هو السؤال؟ سؤالنا يقول صدر عن مركز تراث الحلة التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، ماذا صدر؟ صدر كتاب، عنوان هذا الكتاب منهج القصاد في شرح بانة سعاد، وهو من تأليف من؟ منهج القصاد في شرح بانة سعاد من تأليف من هذا الكتاب؟ كل ما عليكم معرفة الإجابة وإرسالها على الرقم الظاهر من خلال الواتساب. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لفرقنا الحاضرة إن شاء الله التوفيق بإحدى الجوائز الثلاث. نلتقيكم فيما تبقى من الحلقات الأخيرة لهذه المسابقة.
ونتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة إن شاء الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نقولكم مع السلامة ونشوفكم على خير.